بعد حالة من الترقب والانتظار شهدها الشارع العدني، بدأت أولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة حنين البكري في محكمة استئناف عدن. هذه قضية رأي عام والجميع كانت أعصابه مسدودة بانتظار ما تسفر عنه الجلسة. في اعتقادي وأنا لست مقيما هنا للقاضي، لكن القاضي أعطى يعني مساحة لجميع الأطراف ولبى طلبات سواء من المتهم أو أولياء الدم، وتأجيل الجلسة إلى يوم غد دليل على أن المحكمة ستسير بوتيرة متسارعة ولن تكون الجلسات متباعدة. قاضي المحكمة عصام صالح أدار الجلسة باقتدار وأتاح فرصة التحدث لكلا الأطراف، وخلال الجلسة رفض المتهم الإقرار بالتهم الموجهة إليه وطلب التحدث مع موكله ليتم تأجيل الجلسة إلى الغد. نحن موجودين اليوم هنا بتوجيهات من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وذلك لتوفير الحماية الأمنية للقضاة وتأمين الجلسة بحيث لا يحدث هناك أي أعمال شغب أو فوضى. والحمد لله تمت الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل الطفلة حنين البكري في أجواء يسودها الهدوء، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم غد لاستكمال الإجراءات إن شاء الله. الجلسة تمت تحت إجراءات أمنية مشددة وحظيت بحضور شعبي لافت، إذ يترقب أبناء المدينة الحكم الذي سيصدر بحق المتهم، كما أن المحكمة تسارعت بجلساتها لما تشكل القضية من أهمية للشارع الجنوبي بشكل عام. صالح نش، الغد المشرق، عدن.